खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, वो है हिफ्ज़ कुरान। यानी आइए हम लोग हिफ्ज़ करना शुरू करते हैं आज से इंशाल्लाह ताला। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो हिफ्ज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तवज्जो हम दे रहे हैं कि पारे हम यानी तीसवा पारा हम लोग हिफ्ज़ करें, तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक दो दुआ है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। अच्छे से सुनेंगे आप लोग और याद करने की कोशिश करेंगे। رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو دوستو آپ لوگوں کے لیے یہی سبق ہے آج. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں دوسرا سبق دوں گا. میں آپ کو بتاؤں یاد کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے, بہترین وقت کیا ہے, نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے اور مغرب کی نماز کے بعد اسے یاد کیجیے گا. مغرب کی نماز کے بعد یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ جو کورس کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیے, کوئی مشکل نہیں ہے. کھانا پینا جیسے ہی کھاتے ہیں کھائیے, ایز یوزول سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے گا یہی سورت. اور اس کے بعد جب اٹھے گا, اٹھنے کے بعد کوشش کیجیے گا کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے, اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھیے گا, بہت ضروری ہے, آپ کو یاد ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. محنت تو کیجیے, تھوڑا سا ہمت کیجیے, کچھ مشکل نہیں ہے, کرنے والے تو لوگ کرتے ہی ہیں, آپ بھی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے اجازت دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو ملیں گے. اور ہاں نہیں, ابھی تو میں اتنے ہی کہوں گا. آہستہ آہستہ ہم لوگ پوری دعا بھی یاد کریں گے نماز کی. تو آج آپ لوگوں کے لیے بس یہی, آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. اور ایک بات سن لیجیے, یاد کرنے کے بعد اپنی والدین کو یعنی ماں ابا ابی امی وغیرہ وغیرہ کو جن کو سنانا ہے سنا بھی دیا کیجیے گا تو بہتر ہوگا نا. اور اس کے بعد کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد والا سورہ الناس ہم لوگ یاد کریں گے. تو اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.